مشاهدينا الكرام مجددا اهلا مرحبا بكم في قناتكم قناه الحوار التونسي. نلتقي اليوم في الحوار السياسي لنتحدث في مساله الحقيقه لم تاخذ خلينا نقول حقها في الاعلام وايضا في الشارع السياسي. اكثر من 560 الف ليبي من المهجرين المقيمين في تونس لمده تونس تقريبا 3 سنوات. 560 الف عدد تقريبا اغلبوا او جلوا يعيش معاناه كبيره على اعتبار انه هذو الناس خلاوا ديارهم، صغارهم غادروا المدارس، جاوا لتونس في ظروف ثم بعض الظروف الايجابيه والمريحه، لكن ثم بعض العائلات الحقيقه كانت معاناه كبيره يعيشوا فيها في علاقه بصغارهم، في علاقه بابائهم وامهاتهم، في علاقه ببقايا عائلاتهم غاديك اللي ما نجموش يخرجوا. على كل حال هذا موضوعنا اليوم في برنامج الحوار السياسي للحديث في دقائق الأمور في علاقة بهذا الوضع الاستثنائي لإخواننا الليبيين المهجرين في تونس، وأيضا لمعاناة بعض الذين يقع اضطهادهم اليوم داخل السجون الليبية. نستضيف الأستاذ بشير الصيد، محامي عن الليبيين المهجرين موجودين في تونس وأيضا المضطهدين في الداخل. المهجرين في تونس 65 ألف، لكن ثم قريب يوصل زملائنا اليوم في 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 تونس وفي غيرها من البلدان الاخرى. سي بشير اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اولا خلينا نرحب سي بشير ايضا بسي ناصر عقيله الورفلي منسق المهجرين بالساحه التونسيه. اهلا وسهلا بك سي ناصر، شرفتنا في الحوار التونسي. اهلا بك سي بشير. يعني لو تشخص لنا الوضع، يعني رقم ربما برشا ناس مش فايقين بالعدد هذا اللي يعيش يومين في تونس. في الحقيقه ملف المهجرين من الليبيين والليبيات والمضطهدين داخل ليبيا هو ملف ثري بكل أسف، ثري بالمآسي، بالمعنى السلبي، ثري ثري بالمعنى السلبي وبمعنى الجرائم وبمعنى المآسي وبمعنى هتك الحقوق والحرمات والاعتداء على كل حقوق الإنسان الليبي بأتم معنى الكلمة ومن جميع الجوانب. تعرف اللي منذ ما سمي بثورة 17 فبراير 2011 وجل الشعب الليبي يرزح ويأن تحت مأساة كبرى، هذه المأساة التي تسبب فيها عدوان وهجوم تم شنه وتم تسليطه على ليبيا وشعبها والمكون من قوى أجنبية ومن جماعة 17 فبراير ومن بعض المجموعات المسلحة، وكان روج لهذا العدوان على أنه ثورة وأقيمت له حملات إعلامية معناها كبيرة على أنها هناك ثورة في الحقيقة وأن هذه الثورة ستأتي للشعب الليبي بالرخاء والرفاهية والخير وكل الخير العميم. لكن طيب لكن طيب سي بشير، ما انت مش مقاطع لكن لإثراء الحوار أيضا لتوضيح بعض المسائل. طبعا أنت كناشط حقوقي ومحامي وأيضا سياسي عروبي، لك مواقفك في علاقة بالشأن الليبي وفي علاقة بثورة 17 فبراير أو ما تسمى بثورة كما عبرت أنت أو الناتو أو غيره. على كل حال ربما مسائل نعرفها ونعرف المواقف في هذا الاتجاه، لكن هي مناسبة اليوم حتى نشخص الوضع بالتدقيق من وجهة نظر حقوقية ومن وجهة نظر أيضا معيشية بالنسبة للليبيين بإيجاز في هذه المسألة باش نقول سي ناصر. نعم أنا عندي أرجوك تشخيص وإحصائيات إذا ممكن تسمح لي بأن نضع الأمور في نصابها. نعم. قبل الحديث من طرف سي ناصر لأنه عنده مسائل اجتماعية منها في عمومها. أولا ثبت أن هذا التغيير السياسي وحصل تغيير سياسي في ليبيا. شوف ماذا أتى لليبيين، هل بالفعل أنه ثورة وأتى بالخير العميم كما قيل وكما روج له من دعايات غربية واستعمارية وغيرها، أم أنه أتى بمشاكل وبهموم بكل أسف. الصحيح أن الشعب الليبي نتج له أو حصل له بكل أسف من هذا التغيير السياسي الذي قالوا أنه ثورة مصايب، سمحني في العبارة، مصايب كثيرة ومأساة
ومحرقة بأتم معنى الكلمة أتت على كل حقوقه الوطنية والإنسانية والاقتصادية. وعند دلالات أخرى. أولا النتائج، نتحدث عن النتائج وبالدليل، لأن بالنتائج أعطيني وقائع. أنا أعطيك أني نعطيك الوقائع، أمهني فقط. أولا هذا العدوان أو هذا الحرب ماذا نتج عنه؟ حوالي 100,000 قتيل ليبي وليبيا. هذه في الثورة الليبية، هذه فيما سمي ثورة، ما سمي بالثورة. ثانيا تدمير تقريب كامل ليبيا من مؤسسات ومباني ومتاحف، تقريبا كل مقدرات الشعب الليبي. نعم. بمختلف أنواعها وقع تدميرها في هذا العدوان. ثلاثة، نتج عنها مليونين مهجر ليبي وليبيا، منهم حوالي تراوح ما بين 550 و600 في تونس. طيب والبقيه في مصر، في الجزائر، مصر والجزائر وايضا الدول موزعة، وبعض الدول الافريقيه، يعني بعض الدول العربيه، دول الافريقيه، ممكن حتى بعض في مالي، دول الاوروبيه موجود. نتج عنه حوالي 30,000 معتقل في سجون، منها سجون سريه الى الان إلى الآن. نعم إلى الآن، والاعتقالات دائما في زيادة، لأنه الإشكالية والتدمير والقتل والتقديل والاغتصاب لم يكن أثناء الحرب فقط، بل استمر من 17 فيفري 2011 إلى الآن استمر. لماذا؟ لأن التغيير السياسي، يعني خلينا نقول تغيير، حتى واحد يقول ثورة، واحد يقول مش ثورة إلى آخره، أنا أقول تغيير، هو تغيير. هذا التغيير عجز، التغيير السياسي هذا عجز وفشل على إثر النظام السابق، نظام الشهيد معمر القذافي. لم يستطع أن يبني دولة، لا مؤسسات، لا قانون، بحيث الآن في ليبيا عبارة على شبه فوضى بكل أسف. هو الأمر سيبشير الحكم لمن الآن؟ ومن يتحكم في البلاد؟ يعني في علاقة بهذه المسألة، يعني السلطة الليبية المؤقتة والانتقالية الآن يعني تدرس إمكانية التعاقد مع شركات أجنبية مكلفة بالأمن على الحدود، يعني هذه في حد ذاته دليل على تفكك المنظومة السياسية. أنت الآن ينزل معنا كوموندوس معناه أمريكي واختطف هذا أنيس أخيرا، قلت البارح عنده يومين، فهمت ولا؟ ما يدلك على أن لا أمن ولا أمان في ليبيا ولا سلطة ولا حد شيء. الأمر الآن أمر ليبي أصبح بيد معناها مجموعات ميليشيات مسلحة هي اللي تحكم بلغة الرصاص وبلغة معناها العنف. نعم. وهذا باعتراف معناها المجلس، باعتراف المؤتمر وباعتراف ما سمي بالحكومة الليبية المنبثقة عن هذا المؤتمر، بحيث في ليبيا لا قانون، لا مؤسسة أمنية، ولا مؤسسة قضائية، ولا أمن، ولا أمان، ولا دولة، ولا أي شيء من ذلك. ثم نقطة أخرى، نقطة أخرى أستاذ اسمح لي، أكيد أنت متابع الشأن الليبي، ثم الحديث على تقسيم ليبيا إلى أقاليم ثلاثة اليوم. موجود طبعا، ثم مشاريع، ثم قبائل أعلنت استقلالها وحكم فيدرالي، ثم فزان، ثم عديد المناطق تتأهب بكل أسف إلى التقسيم، وهذا هو أحد الأهداف، أهداف العدوان. بالإضافة للاغتيالات، آخر اغتيال العقيد البارحة في بنغازي، وثم ارتفاع الكبيرة لكل حال، وهذا يعني جزء من كل في الواقع. نرجع لك الاغتيالات، اسمح لي نرجع لك حتى نروح بين الحديث معك ومع ضيفنا المبجل سي ناصر عقيلة الورفلي، منسق المهجرين بالساحة التونسية. أهلا وسهلا بك مجددا سي ناصر. طيب 563,000 ليبي مقيمين في تونس من حوالي 3 سنوات، كيف يعيش هؤلاء؟ يعني أنت تتابع وأنت مسؤول ومنسق، لنقول معناتها بين هؤلاء، يعني كنت تعطينا، تحطنا في الإطار وفي الصورة الحقيقية لمعاناة الليبيين في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله من اتبع سنته إلى يوم الدين. في البداية نشكر قناتك المفضلة التي يعجز اللسان عن شكرها لتاحت هذه الفرصة لنا، وتحية مني ومن جميع المهجرين بجميع الساحات خارج ليبيا، من مصر، من الجزائر، من تونس، من تشاد، من نيجر وغيرها في الدول العربية الأخرى. وأثني الشكر أخرى على الشعب التونسي الذي ليس بغريب عليه
ما قدمه لنا من مساعدة وحسن الجوار طيلة هذه المدة بجميع طوائفه الاجتماعية. في البداية وعبر قناتكم نحب نوصل صوت مقاربة 563 ألف مهجر الذين موجودين على الساحة التونسية الآن. هم يعانون مشاكل عدة لدينا بما فيها الدراسة، ولدينا أبناء، وأنت كما عرفت أن هذه القضية قضية كبيرة جدا، هي تجهيل جيل. للأسف الشديد خرج الأبناء من عام النكبة 2011 إلى هذه السنة التي أشكر فيها بالمناسبة إلى معظم وجميع مدراء المدارس في وزارة التابعين لوزارة التعليم بالشقيقة تونس، الذين أتاحوا لنا الفرصة لتسجيل أبنائنا هذا العام ودخولهم بأعداد قدر ما هو مستطاع. نعم. حقيقة يعني نفهم اللي السنة الفارطة التي قبلها ما قرأوش؟ لا، لم يقرأ أي طفل إلا قليل منهم الذين لديهم إمكانية ممكن في مدارس خاصة وغيرها. أما الباقي كانت لديهم مشكلة، مشكلة الأوراق، خروجهم من ديارهم غير أوراق، ديارهم حرقت، ديارهم هدمت، الأبناء يدرس في الصف السادس انتقل إلى هنا، الآن بدل من يقرأ في صف ثاني إعدادي رجع إلى صف الثالث ابتدائي، لكون أن المنهج التونسي لا يتماشى مع المنهج الليبي، لكون أن من الصف الثالث في المنهج التونسي القراءة بالفرنسي وفي ليبيا لا توجد ذلك. فهذه إشكاليات بسيطة، والحقيقة الآن وشكر كل الشكر لبعض الأشخاص الذين لا يريدوا ذكر أسماءهم فعلوا معنا فعل الخير في إحضار بعض الكتب والحقائب وملابس الأطفال، حتى تمكننا من إسعاد وإدخال البهجة والسرور لهذا الجيل الذي تناساته كل المجتمع، كل العالم أمام صمت رهيب لطيلة ثلاث مقاربة من ثلاث أعوام. لا أجد أي جمعيات إنسانية ولا حقوقية ولا أهلية قامت بمساعدة أو بالاستجواب حول هذا الموضوع، وهذا موضوع مقلقنا حقيقة أن الأقطار. أما المعيشة الأخرى، طيب باش نجيك للمعيشة سي ناصر، واسمح لي بسؤال، يعني الرأي العام تقريبا عندهم فكرة الليبيين اللي جاءوا لتونس 560 ألف، واللي مشاوا الجزائر ربما مصر، هم الليبيين اللي جاوبوا معهم آلاف الدولارات واللي وارتين فلوس واللي وضعيتهم جيدة، وشوفوا في بعض العائلات في نزل من فئة خمسة نجوم، يعني أي ما تعلاقة بين هذه الفكرة اللي موجودة على بعض الليبيين اللي شفنا جزء جانب كبير منهم وبين الواقع والحقيقة والمعيشة اليومية؟ الواقع، وهذا السؤال حقيقة أتى في محله، البعض يقولون هم منهم من يتواجد في مقاهي كبرى ويترفه هو وأبناءه وسيارات وكذا، هذه الناس الآن ما يسموا ب 17 فبراير يدخلوا ويخرجوا. أما بالنسبة للمقيمين خارج ليبيا حتى ولو أتوا ببعض من المال، أنت تعرف غلاء المعيشة لمقاربة من ثلاث أعوام ولم يتقاضوا رواتب، خلص ما لديهم في الذي باع حتى ذهب زوجته وسيارته التي يتنقل بها، ويعانون الويل والويلات. ولكن رغم الظروف القاسية التي يمر بها أخواني وأعزائي وعزوتي الليبيين الشرفاء خارج ليبيا، ولكن نحب ننوهك بأن لديهم العزة والكرامة والكبرياء التي أغلى من المال. هم خرجوا من ليبيا بعزتهم بكرامتهم وبكبريائهم، رغم لما لا يوجد كبرياء ولديك المال فأنت ليس ببشر. نعرفوا يعني الليبيين، نعرفوا يعني كبريائهم ونعرفوا كرامتهم وعزتهم بالنفس وكل، لكن مع هذا حتى نوصل الصورة كما هي للي شاهدوا فينا الآن في قناة الحوار التونسي، كيف يعيش هؤلاء خاصة اللي استنفذوا كل إمكانيات يعني صرفوا الفلوس اللي عندهم وكل، كيفاش قاعدين يعيشوا؟ والله نحن في السكن في المصروف اليومي، والله توجد لدينا لحمة ما في ما بيننا من بعض الأشخاص، توفير بعض الإيجارات لبعض الأشخاص، ما نسكنوش في أماكن
غالية. وانت عارف في سؤال ممكن بالذكر ان الليبيين متواجدين الان في مناطق عديدة، المهدية، نابل، الحمامات، الحامة، جرجيس، بن قردان، ليكونهم الإيجار هناك أرخص، أرخص من تونس العاصمة المدن وما ياخدوش فيها كاملة بالأتات، تاخدها من غير أتات ويجيب في بعض الأشياء البسيطة، يدبر رأسك يعني، يدبر رأسه يعيشوا. ولدينا بعض الأسر اللي ثلاث أسر وكذا أقرباء يسكنون في بيت واحد، لدينا من 11 شخص أفراد عزاب يسكنون في استوديو، لدينا بعض الحالات والآن ليس 11 شخص يجودون في استوديو، هذا للتاريخ، متواجدين في مدينة نابل. اللي بيهم سنسين بلوساع والمربوع بلوساع في سؤال انت قلت تخرجوا للقاوة يعني هذين انا ذهبت اليهم عديد من المرات، ليس في منهم شخص مقاربة من 70 يوم لم يخرج من بيت قال لي لا ليس لدي استطاع ان اقعد على قهوة تكلفني 5006 دينارات تونسي. وما ثم قهوة قال لي نحن، قال لي نحن 11 نفر لما بنقعد تبينا زوز باب سماء وزوز كذا. فحتى المشاكل اللي ترى هنا وهناك وترويج بعض المشاكل تحدث من بعض اخواننا الليبيين، فهذه المتواجدين في الساحة التونسية نبلغكم صوتهم وأراهم وأفكارهم بأن نحن حريصين كل الحرص على هذا البلد المعطاء، هذا البلد الذي استضافنا، وسوف نكون سد منيع لأي هجمة أو أي فساد يحصل في هذه الدولة، ونحن نعتبر أنفسنا مثلنا مثل 12 مليون تونسي لو أن سمح الشعب التونسي لنا بذلك. فنحن الآن نتكلم عن حقوق، نتكلم على كيفية إجراءات أولية تخص هذه الأشخاص، لأن أنت منك عارف في سيارات من 2011 موجودة هنا، التأمين سقط، اللوحات تتغير المعدنية، فهذا كله نريد بعض من المجتمع المدني التونسي وجميع ضيوفه الوقوف بجانبنا في إجراء هيكلة معينة لإخوانكم الموجودين في تونس وتنظيمه من ناحية قانونية مع الأستاذ بشير السيد، واستراتيجية ليكون حتى يتم تنقلهم من هنا وهناك. طيب طيب سي ناصر تونجيك سي بشير اسمح لي لأنه ثم بعض المسائل دقيقة خلينا نتعرفوا، لأنه يبدو أن ثم صورة الحقيقة ماهيش واسطة لأغلب التونسيين، وخاصة الفعاليات المدنية، لأنه المجتمع المدني ينبغي أن يقوم دوره في هذا الاتجاه. اسمح لي يعني اللي شاهد فيك الآن ويسمع فيك سي ناصر صحيح، ولكن رأي الصورة هذا جانب من الصورة، جانب صغير. أنا بش نحاول نكمل معكم يعني صغير. يعني 500,000 موجودين في تونس وألا زوز منين موجودين في الخارج، ما ثماش إمكانية يرجعوا لليبيا؟ شنو الوضعيه بالضبط السياسيه والوضعيه في المشهد الليبي؟ اعتقد ليس بغريب اليوم علي وشخص عدم وجود الامن والامان والاستقرار في ليبيا، والقتل والخطف هذا كل يوم. اليوم الليبي يسجن على الهويه ليكونوا ما احد القبائل، مثلا انا نسمي لك بالذكر يعني معظم القبائل التحيه لهم من عبر قناتكم المفضله، قبائل مثل قبيلة ورفلة التي شن عليها بقرار ظالم في عام 2012، اليوم تمر الذكرى الأولى على هذه النكبة، مدينة تهجر وتقصف بأكملها بجميع الغازات السامة والغازات المحرمة دوليا، هذه لما كان فيها يعني ابن، ليس فيها ابن. هنا سؤال، هنا سؤال سؤال والله جميل جاء في وقته، لما الآن بحجة يريدون القصف بني وليد أو غيرها يقولون ويروجون أن خميس حي، إذا كان هو خميس معترف به توفي وانتقل إلى رحمة الله أو بعض الأشخاص أو كذا، هذه حجة ليمارسوا القمع والجشع والسرقة والسلب والتدمير والتهجير للقبائل وكسر كبريائها. ولكن هذه القبائل نحب نقول لكم أنها قبائل ورفلة والعجيلات والأصابعة والعربان والمشاشية ورشفانة وترهونة ولاد الشيخ المقارحة قدادفة لعبيدات شرقا في ليبيا، الصيعان، النوايل، الريانة، وبعض القبائل الجبل الغربي الشريفة وشرفاء جنزور وشرفاء سبها، هذين ليس
ليس لديهم أي مسببات لأنهم يكونوا أزلام ولا زي الشائعات يقولوا. هم المطلوبين تقريبا 400 ولا 500 واحد مكتب الأسماء حسب يعني تصريحات رسمية ليبيا يعني بالترتيب زاد مرتبينهم. يا أخي العزيز هذوم الزملين ما عندهمش حق باش يعيشوا الليبيين. يا أخي العزيز خلينا نقول لك هذه من الناس الأسباب اللي خرجت منها ليس بأنهم مرتكبين جرائم في ليبيا وقتل وكذا. لو نتكلم عن قتل فرق كبير ما بيننا وما بين هذه الإحصائيات. لو نحسب ماذا حصل من يوم 15 فبراير وليس يوم 17 فبراير حتى دخول الناتو بمقارنة بالإحصائية اللي حصلت بعد سقوط طرابلس إلى الآن إحصائية لم تكل الكيل بمكيالين. يعني القتل، الاغتصاب الرجال، الحرقات، تدمير البيوت على سكنها، ولا تحصل حتى في حصلتش حتى في صبر وشتيلة. اليوم لما يجوا ياخذوا دار يدخلوا هذا الجندي كان، وانت عارف الجندي يوقف له كل شخص كله تقدير واحترام لانه هذا موجود الجندي في تونس، موجود في مصر، موجود في الدول العربيه هذا الجندي قدم زي الدكتور ما يقدم، هذا الجندي يقدم في واجب متاعه نكبر له ونقدره. لما انت نظام سقط تجي تاخذ ابن الجندي هذا لانه كان يتبع احد الكتائب، وهذا انسان كان يؤدي في واجبه، كان يحرس فيك في الحدود، وكان داير لك عزه وكبرياء لعدم ان يعني بالامس مافيا تخش، يعني نعتبرها مافيا تدخل وباذن من الحكومه، ما يسمى بالحكومه، لان لا اعترف بها حكومه لان استبعدتنا كل استبعاد ولم ننتخبها. هم يقولون الحكومه وانت تقول حكومه، انا لا اعترفها حكومه ولا اعترف بها انها حكومه. هذه كمشه عصابه عندها زوج بيس، زوج شفرات، عندها بصبرتين جاية تسلب وتسرق وتنهب. بالأمس القريب كان البترول بدون عدادات. يا أخي العزيز لو نتكلم على أشياء كبيرة ويقولون ماذا قدمت 42 سنة الليبيين، كانوا 42 سنة يعيشون في سعادة، طيب في عزة، هي مش مناسبة حتى نتغزل ما ليش نتغزل. نحن لما تغزلش عن قدام اليوم عندنا قضية حقيقية، قضية ليبيين بالضبط. ليبيا تعد 7 ملايين ولا 6 ملايين. يعني فيها 2 ملايين خارج تونس، هذا أمر 2,300,000 منهم مليون و300 في مصر، منهم من يسكن المقابر. يا أخي العزيز هذه فضيحة وعارة على الحكام في ليبيا الآن. لدينا في الجزائر لدينا عدد كبير، لدينا في تشاد، لدينا في الدول الجوار، لدينا مشاكل كبيرة، ولكن هذوم الناس خرجوا من ديارهم بغير حق. نعم سيد سيدي، يعني شوف إذا سمحت لي من وجهة نظر حقوقية نحب نحط معك في علاقة بهؤلاء الليبيين المهجرين، وإذا بعلاقة بالمضطهدين داخل ليبيا. اسمح لي نبين بعض نماذج أمثلة حتى تكتمل الصورة بالنسبة للمهاجرين بالخارج والمضطهدين بالداخل، لأن الموضوع هو موضوع واحد. يعني حتى الرأي العام يمكن له أن يعرف الصورة الحالية لما جرى في ليبيا. ولذلك اسمح لي حوالي 5 أو 6 دقائق لأعطيك أمثلة. حاول بشتوجز حتى نستوفي كل النقاط. نعم وأدلة. بالنسبة للساحة الليبية الآن، مثل ما قلت، لا قانون، لا مؤسسات، لا قضاء، لا مؤسسة أمنية، لا دولة إلى غير ذلك. من يتحكم في ذلك هي مجموعة من المجموعات المسلحة، لغتها العنف والسلاح فقط، الاغتيال، الاختطاف، الاغتصاب، السرقة، افتكاك المكاسب، القتل، التعذيب، الاعتقال إلى غير ذلك، أمثلة على ذلك. المعتقلون مثلا الآن حوالي 30,000، منهم 15,000 بمصراتة فقط، بميليشيات مصراتة. منهم من مات تحت التعذيب، عندنا الشيخ حسن ثامر سفير ليبيا بباريس سابقا من الأمثال على ذلك، اللي ما زالوا قيد الاعتقال. منهم ناس رجال دين، دكاترة، مثقفين، ما عندهم حتى علاقة في الماضي ولا اشتغلوا السياسة ولا تحملوا مسؤوليات لا عسكرية ولا مدنية ولا سياسية ولا غير ذلك. منهم الدكتور المدني الشويرف، هذا عمره حوالي 90 سنة أو أكثر. 90 سنة ومعتقل. حوالي أنا وهو معتقل. الشيخ خالد تنتوش والشيخ علي بوصوة، رجلا دين، هذاني لا ليس لهم أي علاقة ولم يرتكب أي ذنب على الإطلاق ولا اشتغل حتى بالسياسة. الدكتور أحمد محمد الشريف اللي هو رئيس جمعية الدعوة الإسلامية،
كم هذه الجمعية نشرت من إسلام في أفريقيا وغير أفريقيا، وكم قدمت من الإعانات، وكم نشرت معناها الإسلام. الدكتور أحمد إبراهيم اللي هو كاتب وفيلسوف، الشيخ محمد البرغوثي اختطف وسجن بمناسبة الهجوم على هجوم الإبادة على ورفلة. عندنا نهب المال العام، الآن الثروة البترولية أصبحت عند الميليشيات، والغاز كل استولى عليها الميليشيات ويعقدون فيها الصفقات إلى غير ذلك. هي ثمت المال الخاص قطع الطريق من هؤلاء من حوالي مدة تقريبا. تم نهب المال العام والمال الخاص، نهب المال العام في الأموال الدولة وممتلكات الدولة والبترول، والمال الخاص هو الاعتداء والسطو والنهب بالنسبة للخواص. ثم النزوح والتدمير والإبادة بالنسبة للجهات. عندك مثلا على سبيل المثال بني الوليد، تورغاء، المشاشية، ورشفانة، الرياينة، الأصابع، العجلات وغيرهم، هذه كلها مدن مسحت بالجرافات من حيث البناء، من حيث المواقع، من حيث المدارس، وهجروا أهلها داخل ليبيا. يعني كل هذه كلها هذه كلها معناها مخالفات. بالنسبة للاختطاف، عندنا في طرابلس فقط 37 حالة، 47 حالة اختطاف في طرابلس، منهن فوزية شلابي، عنود السنوسي، حنان سعيد مهنا، منهم محامية ثورية. علاش اختطفوهم؟ اختطاف علاش؟ هو سؤال علاش اختطاف. طبعا أولا للانتقام، ثانيا يختطفوا امراه، معروف الواش يختطفوها امراه. لا هذو ما كانوش رموز من نظام المفهوم ولا عندهم كذلك. لا رموز ولا عندهم صله بالرمزيه ولا هم اشتغلوا السياسه. ليس بالغريب، هذه نشره شهريه راه هذا الكلام. انا جاي عن شهر 9. لحظه بس الاغتيال 47 حاله في الشهر الاخير. 27 حاله. 27 حاله. الاغتصاب حوالي 1000 حاله للنساء. اغتصاب حتى الرجال في السجون. هذا سي أعضاء المؤتمر تم تصريح عملوا التواتي العظة. التواتي العظة هذا من مسؤول في المؤتمر قرروا اغتصبوا حتى بعض أعضاء من المؤتمر وأخذوا لهم صور في فيديو وهم عرات حولين وصل معناها المؤتمر. هذا ما جاء بعد 17 فبراير المؤتمر هذا الحالي اللي انتخبوه هذا مسؤول منهم صرح قالوا قاع اغتصاب. طيب نسألك سؤال مباشر سي بشير، اسمح لي نكمل فقط لانه هذاك طلب منا برشا وقت. نحب نمشي للنقاط الاهم. نقطة نعطيك حالة برك. شهر سبتمبر شهر سبتمبر كان فيه من حالة شهر سبتمبر هذا شهر 9 سبتمبر 171 حالة ما بين اغتطاف واغتصاب وقتل وتفجير وحرق. 171 حالة في شهر سبتمبر. هاو تقرير كامل نجم نعطيكم منه نسخة عند دولتهم. هاو التقرير طلع من في سبتمبر فقط. هذا تقرير رسمي يعني بين ظفرين. اي رسمي يعني رسمي. طيب سي بشير، اذا اللي انت محامي يعني الليبيين مهجرين ومصاهدين. اسمح لي سي بشير رجاء حاول بجاوبنا على بعض الاسئله. نكمل فقط. هذا اختطاف سي انس الليبي، هذا من كوموندوس من الامريكي. نعم، مما يدل على ان هذه المؤتمر هذا وهذه الحكومه في ليبيا عاجزه تماما على حمايه الامن، على حمايه المواطنين، على حمايه السياده الليبيه، على اي شيء من ذلك. طيب انت باعتبارك رئيس يعني محامي عن الليبيين المهاجرين المصادين بالداخل، ثم مجتمع مدني دولي، ثم منظمات دوليه، يعني لماذا لم يقع على اشتغال على هذه المسائل وهذه النقاط؟ تحمس لي كبرى في هذه، لان اختيارات كبيره هذه. انا باش نجاوبك بعده اجوبه ولكن باجازه رجاء سي بشير. نعم باختصار. المسات والكارثه التي حصلت للشعب الليبي، هناك مسات اخرى اكبر منها تتمثل في ان العالم كله لم يهتم بما حصل في ليبيا، ولم يهتم لا بالمهجرين من البلغ عددهم مليونين، ولا بالمضطهدين في الداخل، ولا بالاعتقالات، ولا بالاغتصابات، ولا بالقتل، ولا بالاختطاف، ولا بأي شيء على الإطلاق، بحيث هذه مشكلة أساسية خطيرة. العالم بكله من مؤسساته وجمعيات حقوقه والأمم المتحدة وبعض الحكومات كله
حتى العالم العربي العالم الإسلامي اسمح لي لم يهتم بذلك. علاش يا أستاذ؟ اسمح لي. نعم. هذه مسؤولية تتحملها أنت اليوم إذا أنت محامي عن الليبيين المهاجرين المضطهدين. اسمح لي بهذه النقطة. يعني المفروض الاشتغال على جسور حقيقية ودفع المنظمات الدولية والحقوقية وحقوق الإنسان والإغاثة وغيرها في اتجاه الالتفات الحقيقي إلى ما يعانيه الشعب الليبي في الداخل والخارج. دعني أقول لك وللرأي العام. قلت لك المشكلة الأساسية أن جميع العالم بمؤسساته بشخصياته بحكوماته لم يهتم بهذه المسألة الليبية واعتبر كأن الليبيين ليسوا من بني البشر بكل أسف. حاولنا عديد المحاولات، الإعلام لا يريد أن يتكلم، المنظمات لا تريد أن تتدخل، يعني بحيث وراءه مؤامرة دولية الليبية. لماذا؟ أنا أبرر لك لماذا. لأن هذا يدخل في مؤامرة مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي بدوا بتنفيذها في العراق ثم انتقلوا ليبيا ثم الآن ذهبوا لسوريا. ولذلك حتى الناحية الحقوقية الإنسانية وين حقوق الإنسان بالنسبة للغرب؟ لا، الغرب لا يؤمن بحقوق الإنسان. نعم. إلا بالنسبة لبنيه بكل أسف. طيب، لذلك سمحني مثلا نرى في 30 ثانية رجعني. لا عاد سمحني، خطر ثم نقاط هامة جدا. يلا بسرعة. أولا احنا نعرف مجلس الأمن وقت اللي تدخل في ليبيا بالطيران بدأ الناتو يضرب ولشركة ما حتى الدول العربية مجلس الأمن قرر والناتو وأمريكا وحكومة الإمارات وحكومة قطر نبيل الجامعة العربية أعطت الضوء الأخضر. الجامعة العربية سمحني إيش عمل المجتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن أو بواسطة مجلس الأمن؟ قال أنا نحمي المدنيين وضرب قنبل بالطيران هذا الحلف المشوم على ليبيا. لكن نقول له الآن لماذا الآن لا يتدخل مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة والأمين العام وكل المنظمات الحقوقية الدولية والخاصة؟ لماذا الآن الليبيون يقتلون ويختطفون ويعذبون ويشردون؟ مليونين مهجر، هؤلاء كلهم لم يحركوا مشاعر الأمم المتحدة ولا الأمين العام. لا حياة لمن تنادي. نعم سي بشير، اسمح لي تنرجع بعد في مداخلة أخيرة. الإعلام التونسي يحبون في الكلمة. الإعلام التونسي هكذا الإعلام التونسي. باه سمحني تنقل. هكذا الإعلام التونسي تفضل. بكل أسف الإعلام التونسي خطوتين بينه وبين ليبيا، شعب واحد في الحقيقة. ولكن بكل أسف لم يتكلم عن كل هذه المخالفات وكل هذه المآسي، ولم نجد منه إلا في بعض اللمامات القليلة والقليلة جدا. ولكن اليوم توجه بالشكر والتقدير إلى ليكم وإلى قناة الحوار اللي فتحت لنا حضرة العميد. يا أستاذ بشير السيد، هذا واجب حق قناة الحوار تونسي. خلينا نمشي نرجع لسيد ناصر عقيل الورفلي منسق المهاجرين. بعد شنا نجعلك في مداخلة أخيرة أستاذ سيد ناصر. يعني تعدى رمضان ورمضان آخر، تعدت آيات، تعدت فصول، ما الحل الآن؟ يعني لمن تتوجه؟ يعني كيف يقبل المواطن الليبي المهجر اللي كان يعيش عزيز وكريم مناته وفي داره وفي في محله وبدخله الشهري والكل اليوم انه يعيش كل هذه الخصاصة؟ عندك شي رسالة ما توجهها للداخل او للخارج في علاقة بما يعني الليبيون؟ انا اناشد كل القبائل الليبية الشريفة المتواجدة بالداخل ان تجدي الحل، واناشد جميع المنظمات الدولية منها العربية والعالمية للإسراع في حل مشكلة المشائخ. أنت عارف تركيبة ليبيا، تركيبة ليست بطوائف أو بأحزاب، تركيبة قبلية. عندما تأتي وتخطف رموز الشيوخ وتضعهم في سجون العصابات وكل 20-25 يوم تخرج بينا بشيخ تقوله مات من التعذيب، والإعلام يتكلم، وهذه مشكلة كيف تريدون حل وكيف تريدون العودة وإذا كان أكبرات ليبيا في السجن؟ صمت رهيب من المجتمع المدني، من المجتمع العربي، من المجتمع الإسلامي، ولكأنهم يرون في بشر. قامت القيامة على أحداث ممكن سقط فيها من سقط لا تتجاوز 11 شخص.
ونحن شهاد على العصر. جاء الناتو وقلبة قيامة والجامعة. أنا أحمل كل لومي وكل ما لدي من لوم على الجامعة العربية. هذه جامعة عبرية وليس عربية، لأن هي أعطت الحق وسلمت السكين للطغاة. هي أعطت الضوء الأخضر للناتو حتى يقصف. ما نحبوش نرجع للأيام الصعبة. لا ما نحبوش نرجع. لكن خلينا نسأل سؤال يعني. اسمح لي سي ناصر ونعطيك المجال للمواصلة. يعني 2300 ألف ليبي مهاجر، الناس هذوما أكيد عندهم داخل ليبيا عائلات وأقارب وأصدقاء وجيران. يعني لم يتوفر اليوم في ليبيا من الأحرار من يقف ويقول كلمة حق في حق هؤلاء المهاجرين. يسجن ويقتل ويخطفوا أبنائه ويغتصبوا ويحرقوا له بيته ويقولون لا أنت تمون في هذه الدرجة، أنت تمون في الأزلام. هي فشل، شماعة الفشل هي شماعة الأزلام. نحب نقول للمشاهدين وللمرة نحن لنا شرف، حتى لو أن هي بدت فيها بعض القنوات المقرضة نظام حداثيات أشياء ومقولات جديدة اللي مثل أزلام مانيش عارف شنو هذا. نحن لنا الشرف من كنا أزلام، نحن ننتمو إلى قبائلنا الشريفة الصامدة التي لا ترضى بالاحتلال ولا ترضى بالغزو، وحاربت من أيام تركيا وحاربت الطليان وزالت. يعني تقول هذا الكلام رغم المعاناة اللي عايشوها؟ لا، عايشت بمعاناة نحن الليبيين الكل. يتبنوا هذا الخطاب الليبيين المهاجرين، كل الليبيين المهاجرين واللي بالداخل الصامدين كلهم لديهم العزة والكبرياء، واقفين صامدين من أجل قضيتهم، من أجل تحرير بلدهم من المحتلين الغربيين ومن العملاء والميليشيات. ويأتيهم يوم من عبر قناتكم ونقولهم أن اليوم قريب وليبيا لها رجالها وليبيا فيها حرارها بالداخل وبالخارج، ونحن لسنا واقفين. وخرجنا من ليبيا ليس جبنا ولا خوفا وليس هربا من الموت، ولكن لإعادة صفنا وترتيب بيتنا وهيكليتنا. هنا باش تعمل لي مشكلة دبلوماسية مع الحكومة الانتقالية في ليبيا. لكل حال تمشي سي ناصر، رسالة ما أو عتب ما، خلينا نقول يعني إذا شكر ما تقولوش، عتب ما لتوانسة اللي في تعاطيهم وتعاملهم مع أزمة الليبيين والعائلة الليبية في تونس. والله أنا لا أعتب عليهم بصدق. أنا سبق في البداية مشروع العتب، راه العتب بين الإخوة مشروع مسيس. لا مشروع هو ما كلف الله نفسه إلا وسعه. وانت أنا عارف نحن الشعب التونسي يمر بظروف ممكن أقصى مننا نحن، لأن عدم الاستقرار واقتصاديا فنحن ما نبوش نحملوه طاقة ما لا طاقة لهم بها. يعني نحن مشكورين اللي نحن نتنقل الحقيقة، نتنقل ونتجول، ومن يحترم نفسه ما يمسش حد، ولا نشعر برواحنا أن غرباء حقيقة وليس مجاملة. هذه ما نجاملش فيها. أنا لنا 3 سنوات مقاربة لم أحد يقول لنا أنت وين ماشي ولا يتونسي ولا نعم. ليبي وما شعرناش به هذا كله. نعم. لكن أنا اللوم ولني طبعا في نقطة معلش سمحني. فضل. العائلات تعاني من تدني الخدمة من عدمها من السفارة الليبية. يوجد بزنس مان وكأنها إقطاعية أصبحت السفارة الليبية، وهذه كارثة. نبي نقولها لل 12 مليون مشاهد تونسي أخوتنا، كارثة كبرى. يعني لما أنت دمرت ما دمرت وجليت ما جليت، تأتي اليوم ما عندكش مستويات وتقوم في السفارة وتمثلها خارجية وتعتبر نفسك خارجية وقاعد في دولة أخرى، ولديك بعض السماسرة موجودين. إذا كان لديك مولود سجل، أنا لدي مولود ولد هنا في تونس ما بوش يقيدوه لي إلى الآن، وهذا أنا شاهد على العصر وأنا صاحب موضوع. قدش عنده؟ عنده 3 سنين بدون هوية. 3 سنين ما حبوش تسجلوه؟ بدون هوية. غيري الكثير لدينا جوازات سفر سقطت ولم يتم تجديدها إلا عن طريق أشخاص ما بالداخل، جماعة البزنس بالبزنس يختموا لك تجديد بالفلوس. عاد المأساة الكبيرة هنا في العلاج وتفرق بين أبناء الشعب الليبي. يعني هم يعالجون واللي موجودين هنا يعانون أمراض مزمنة. عندنا أمراض لا تتحمل، عندنا ناس كبار في السن، عندنا أشخاص لديهم فشل كلى، لدينا أمراض القلب، ولدينا ولكن لم يتصرف لنا. تحدثت مع السفارة في هذه النقاط؟ تحدثنا ولم يكن في ساكن، لأن مجرد ما تقوم وتصبي له يقول لك أنتم الأزلام، أنتم بيكم وأنتم عليكم. هنا ما فيش أي جهة، في لجان كثيرة ممكن فرصة حتى أخرى نوضحها للمشاهدين وأخوتنا المهجرين. هنا
سرقوا جميع الملفات في ليبيا، سرقوا ملف الجرحى وملف ما يسمى بالشهداء وملف ما يسمى بإعادة البناء وملف وملف. آخر شيء ما لديهم إحصائية 200 مليون خصصت من المؤتمر الوطني للمهجرين خارج ليبيا. 200 مليون دينار، 200 مليون دولار، دولار تكلموا بالعملة الصعبة لأنهم مرتزقة. 200 مليون دولار خصصت منهم كدفعة أولى، 20 مليون دولار حسب ما ورد في تقريراتهم هم للزيارات التي يتم تشكيلها من قبل ما يسمى بعلي زيدان. هذا تأتي لجان متعددة وتأتي هنا وتهفت في الرأي العام وتروش في الرأي العام لكون أننا نحن هنا نبو نديروا صلح، نبو نديروا كذا، نبو نديروا حل المشاكل الليبيين. نعم. للمدارس يأتون هنا الترويج، وبعض الصحف تكتب عليهم أن يسحبون نحن اللي مقصرين في هذا التأخر. هذه مصماصرة والزيارات مستمرة إلى تونس وإلى غيرها بأي، ما فيش عمل فعلي، لا يوجد هناك عمل فعلي، ولديهم مشاكل في بعضهم. تأتي لجنة وتطعن في اللجنة اللي قبلها، لما نقولوا لها في لجنة جت قبلها تقول لك هذه لجنة بها وعليها وكذا، اللجنة الأخرى بها وبها وبها وعليها. إذا كان هم بنفسهم مش واضحين. في الوقت هذا تم صرف مبالغ باسم المهاجرين والنازحين، ولكن أنا نقولها باسمي وباسم جميع المهجرين، نحن لن ولم نستلم أي شيء من هذه اللجان، لأن نحن لسنا نحن لدينا قضية، وقضيتنا ليست قضية مال، وهو يجوا يروجوا إشاعات بأن نحن كذا. فهذه جت لجنة في السابق لإعادة بناء مدارس في تونس، هذه المدارس تأخرت لهم 3 سنوات وكل سنة يجوبها الغناوة، هذه نبي يتم تركيب مدارس وما مسمى خاصة بالأطفال الليبيين، خاصة بالأطفال الليبيين. الآن سمعت أن في مدرسة حيعطوها المبنى القديم للسفارة الليبية حيهيئوه، أنت شوف الآن في الشهر الثاني من الدراسة، ولكن ترويجا هو إن شاء الله ربي يوفق، المهم نحن مصلحة أبنائنا تكون فوق الجميع، وربي يوفق اللي فيه صالح للجميع، وربي يوفق أي شخص ينظر منظور هذه الجيل أمامه بغير أغراض سياسية أخرى. طيب نحن نتكلم دقيقة في حاجة، اللجنة والمهجرين في الساحة التونسية في 30 ثانية في 30 ثانية. نحن حقيقة لدينا هذا الفريق شكلناه من عامين برئاسة الأستاذ العميد بشير الصيد والأستاذ ماهر عميد ومحمد صالح، ولدينا روبان شرفاء عميد كلية نيس بفرنسا، ولدينا بعض المحامين الدوليين وكذا. وهذا ملف كبير جدا وضعناه أمام هذه اللجنة وتم توصيله. نعم. إلى جميع المجتمع المدني العالمي والعربي وكذا. وشكرا. شكرا لك سي ناصر عقيلة البرفلي، منسق المهاجرين بالساحة التونسية. كما قلت 563 ألف ليبي يقيموا في تونس، من جملة جزء منهم 300 ألف تقريبا في مختلف الدول المهاجرين طبعا خارج ليبيا. سي بشير في كلمة الختام. طيب أولا من إضافات، أولا نتوجه بنداء للمنظمات الدولية والحقوقية العربية والإنسانية والإسلامية والعالمية وكل أصحاب الضمائر الحية أن ينتبهوا إلى هذه المأساة الليبية الخطيرة، وأن نطلب كذلك وخاصة من الأمم المتحدة ومن السيد الأمين العام ومجلس الأمن، ونقول لهم راكم لم تقوموا بواجبكم، لم تطبقوا القانون الدولي الإنساني، لأن الليبيين المهاجرين من حقهم الدعم، من حقهم العناية، من حقهم على الأقل يوفروا لهم الغذاء. نعم. يوفروا لهم علاج إلى غير ذلك. نعم. ولذلك نطلب منهم التدخل أولا لدعم الليبيين المهاجرين سواء كان في تونس ولا في مصر ولا في أي بلد من بلدان المهاجرين لديها، وثانيا أن تتدخل لإطلاق سراح المساجين السياسيين على الخصوص في ليبيا، وأن توقف السجون السرية، وأن توقف كل أنواع الاعتداءات من قتل واختطاف. لماذا لا تتدخل؟ هي أول ما تدخلت الأمم المتحدة ومستمة تدخل بقصف الطيران الليبي، الطيران الأجنبي لليبيا بدعوى حماية المدنيين، لكن الآن المدنيين هم يقتلون، هم يعذبون. وصلت هذه الفكرة. نعم. اثنين، بالنسبة لتونس
أنها توجه إلى الشعب التونسي وكل مكوناتها الاجتماعية والسياسية والحقوقية فقط. وهذه فكرة الختام. نعم. نقول لها اللي رأوا الأخوة الليبيين أولا عندهم واجب علينا، لابد نحاول نسهلوا لهم ندعموهم بما أمكن من الدعم، على الأقل في وثائق وقتية، في تسهيل، في تسجيل أبنائهم للمدارس إلى غير ذلك. اثنين، قلوا له تونس خسرت من ناحية أخرى، من ناحية اقتصادية، والآن قاعدة تربح في الحقيقة من الأخوة الليبيين. إذا كان في النهار يدخل حوالي 60,000 في بعض الأيام، 60,000 ليبي يدخلوا إلى تونس، ولذلك راه بكل أسف خاصة بمناسبة تسليم السيد البغدادي المحمودي أحدثت خشية كبيرة وبعض المطاردات للأخوة الليبيين، وبعد سجن البعض منهم. ما زال عندنا زوز مسجونين راهم في بدعوة التسليم ونظرت فيهم دائرة الاتهام بالتسليم، وعندهم أكثر من عام ونصف مسجونين، وإلى الآن لا سرحوهم ولا سلموهم في سجن تونس، في سجن برناقية إلى الآن. إلى الآن في أبو زتايا و شسمة نبيل الشتوي. سي بشير، ربما ثم نقاط أخرى مش نعطي 30 ثانية فقط. أولا لا شك ما حصل ليبيا من هذه الجرائم والاعتداءات والتدمير والتقتيل والإبادة يتحمل مسؤوليته الأطراف التي قامت بالعدوان على ليبيا وجماعة 17 فيفري وبعض الحاكمين الآن، على الخصوص قرار 7 من أصدره ومن نفذه المقريف بصفته رئيس المؤتمر ووزير الدفاع آنذاك، اللي هجموا على بني الوليد بقرار صادر ودمروها كاملة بأهلها. نعم. شكرا سي بشير. لا، كلمة واحدة. اسمح لي سي بشير، ما عشان وقت في 10 ثواني. كلمة واحدة في 10 ثواني. طبعا المسؤوليات سوف لن تذهب سبهلا، ونحن قمنا بقضايا وسنقوم بقضايا أخرى لدى القضاء الدولي، وسنتابع كل من قام بجريمة وكل من اعتدى على ليبيا الشقيقة، سواء كان الناتو أو حكومة قطر أو الإمارات أو جماعة 17 فبراير وغيرها من هذه الميليشيات التي لذلك نعم قمنا نعم بهذه القضايا، وما زلنا نواصل وما زلنا سنقوم بقضايا أخرى حتى لا يفلت أي أحد. شكرا لك أستاذ العميد الأستاذ البشير السيد، محامي عن الليبيين المهاجرين والمتظاهرين في الداخل. الشكر أيضا لناصر عقيل الوفيلي منسق المهاجرين بالصحة التونسية. شكر للذين شاهدونا أيضا في هذا اللقاء بعيدا عن السياسة، أقرب ما يكون إلى الدم الذي يجمع التونسيين بالليبيين. أردنا أن نقدم معاناة الليبيين في تونس، ربما معاناة أيضا تشابه ما يعانيه أشقائنا في دول أخرى لجأوا إليها على خفيف ما حدث في السنوات الأخيرة. رسالة إلى كل تونسي، هذا المواطن الليبي أخ لك البارحة واليوم وغدا أيضا أيام على العيد، كل عام وأنتم بخير لتونسا، وكل عام وأنتم بخير، والله فك محنة كل ليبي يعيش خارج حدود الأرض الليبية. تحياتنا لكم مشاهدينا، نلتقي في لقاء تلفزيوني آخر. إلى اللقاء.